بتستخدم الحيوانات تقنيات مختلفة للتمويه لحماية نفسها من أي خطر، يعني ممكن مثلا تحاول تهرب أو تدخل جوه صدفة، أو ممكن حتى تدفن نفسها في الرمل، وممكن برضو تكتفي بالوقوف في مكانها وتغير لونها ويا دار ما دخلك شر. وعلى الرغم ان تقنيات هروب الحيوانات متعددة وبتختلف من بيئة للتانية، الا ان تقنية تغيير اللون هي الاكثر شيوعا والاشهر في عالم الحيوان. من اشهر الحيوانات اللي بتغير لونها في عالم الحيوان هي الحرباية البرنسيسة. طبعا الحرباية بتميل احيانا لتغيير لونها للتمويه واصطياد الفرائس، يعني بتقف في مكان محتمل تواجد الفرائس فيه وبتتلون بلون المكان بكل هدوء، وبمجرد ما بتقرب منها اي فريسة بتفاجئها الحرباية وبتمد لسانها وبتاكلها فورا. لسان الحرباية ده حوار لوحده، وده لان في مقدمته مادة لزجة بتلتصق بالفريسة زي السمغ بالظبط، ومفيش اي احتمالية للفريسة انها تاخد بالها من وجود الحرباية جنبها، ولا حتى هتعرف تهرب لو لسان الحرباية لزق فيها. وكل عملية الصيد دي بتحصل في وقت قياسي مش بيتعدى 20 ثانية. العشرين ثانية دول ممكن يتعمل فيهم اعجاب بالفيديو واشتراك في القناة. شفت الموضوع ازاي بسيط عزيزي المشاهد؟ يلا اعمل اعجاب بالفيديو، مستني ايه؟ الحرباية بتعتبر من الزواحف المفترسة بالمناسبة، وبتقدر تاكل اي مخلوق ممكن فمها يستوعبه، وده سواء كان حشرات او زواحف او حتى قوارض صغيرة، يعني نحمد ربنا انها مش بتكبر اكتر من كده. تفتكروا ايه السبب الرئيسي اللي بيخلي الحرباية تغير لونها؟ اكيد هتقولولي انها بتغير لونها للتخفي من المفترسات والاصطياد الفرائس. في الحقيقة هي الاجابة دي مش دقيقة بالكلية، وعلى الرغم ان النوع ده من التمويه بيعتبر احد الاسباب، ولكنه مش السبب الرئيسي، وده لان الحرباية سرعتها كبيرة جدا، ممكن تصل ل 34 كيلومتر في الساعة، وبالتالي ممكن تهرب من المفترسات عادي وبكل سهولة، وممكن كمان تقدر تستخدم السرعة دي في اصطياد الفرائس. ولكن تغيير اللون عند الحرباية في الأساس مرتبط بحالتها المزاجية، زيك بالظبط لما بتحط أموشن بيضحك أو بيبكي وانت بتبعت رسالة لصاحبك. يعني باختصار الألوان بالنسبة للحرباية بتعتبر لغة للتواصل والتعبير عن المشاعر. اللون الأخضر مثلا بيدل إنها مبسوطة ومزاجها عال العال، ولو تلونت باللون الأصفر فغالبا بتكون قلقانة أو متوترة أو خايفة من أي حاجة. أما اللون الأسود وباقي الألوان الغامقة فدول معناهم انها متعصبة وممكن تخانق دبان وشها. الحرباية بتقدر تتحول لألوان كتير جدا، وكل لون فيهم بيكون الهدف منه توصيل مشاعر معينة الحرباية حاسة بيها. ومدام الألوان بتستخدم لنقل المشاعر فده معناه انها اكيد هتستخدم لجذب شريك حياتها. وسمعك اللي بتقول ان الحرباية طلعت بتحس وعندها مشاعر زينا، كل الحيوانات بتحس زينا على فكرة. نرجع بقى لموضوعنا، الذكر في المعتاد ممكن يستخدم ألوان زي الأصفر والبرتقالي والأحمر، والألوان دي بتدل على إنه سوما العاشق وكله مشاعر وأحاسيس فياضة. والأنثى كمان ممكن الذكر يعجبها فتقوم متحولة للون الأخضر، وبكده بيفهم الذكر إنها موافقة وراضية بالجوازة. يعني من هنا ورايح، بدل ما نقول السكوت علامة الرضا فممكن نقول الخضار علامة الرضا. الحرباية كمان ممكن تغير لونها للتأقلم مع ظروف البيئة المحيطة، زينا كده لما بنلبس ملابس فاتحة في الشمس عشان تعكس درجة الحرارة. ممكن كمان الذكور تغير من ألوانها وهم بيتخانقوا لإثارة إعجاب الأنثى، وبتنتهي المعركة بواحد لونه رمادي وحزين ومهزوم، وواحد عمال يقلب في ألوان مبهجة بتدل على الانتصار. جسم الحرباية الواحد كمان ممكن يتلون بأكتر من لون في نفس الوقت، وهنا لازم يظهر لنا سؤال مهم جدا وأكيد شاغل بالكم، هي إزاي الحرباية بتقدر تغير لونها للألوان دي كلها؟ اسمعوا الكلمتين اللي جايين دول وركزوا معايا كويس جدا. جلد الحرباية بيتكون من عدة طبقات، الطبقة الخارجية منه بتكون شفافة وأشبه بالبلورات، أما الطبقات اللي تحته فكل طبقة منهم بتحتوي على أصباغ لألوان مختلفة. طبقة منهم مثلا بتكون مليانة بالميلانين البني، وطبقة تانية صبغتها لونها أزرق وبتعكس الضوء الأزرق والأبيض، وطبقة تالتة بتحتوي على مزيج من الألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر. ولما بتحب الحرباية انها تغير لونها فالجهاز العصبي بيدي امر للخلايا الصبغية انها تقرب او تبعد عن بعض، ومن المزيج اللي بيحصل بين الصبغات وبعضها بتقدر الحرباية تتحول لاي لون عايزاه. هل يا ترى في اي سؤال تاني شاغل بالكم وحابين تعرفوا اجابته؟ اكتبهولي تحت في التعليقات. وعاوز اعرف منكم كمان، لو افترضنا امتلاكك لقدرات الحرباية فايه يا ترى اللون اللي هتفضل تلون جسمك بيه؟ عزيزي المشاهد، لو وصلت للحلقة لغاية دلوقتي فانت اكيد من المتابعين القريبين لقلبي،
وعشان كده ياريت ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كان معاكم اخوكم محمد جابر، واشوفكم كمان يومين من دلوقتي في حلقة جديدة.